صفات كده في بعض الأبراج، تلاقي صفات الرجل تجذب المرأة. يعني في بعض الرجال تلاقي البرج بتاع الرجل ده بيسحب المرأة ليه زي المغناطيس كده، وده اللي احنا بنقول عليه الانجذاب في الوهلة الأولى. بعد كده للأسف ممكن تأتي المشاكل بينهم. هو ده موضوع حلقتنا. يعني في رجال كده بتقدر سبحان الله بصفاتها والكاريزما والملكة اللي عندها تشد الأنثى ليها، توقعها في دباديبها، وبعد كده ممكن تقلب كيانها. نفهم الكلام ده قوي واحنا عمالين بناخد برج برج كده، أنثى أنثى كده، وبنشوف أكتر رجل ممكن يقلب كيانها ونتعرف على الأسباب. وزي عادات الحلقات دي، يعني كل حد كل أنثى معانا كده تتوقع من الرجل اللي ممكن يعمل معاها كده وتكتب لنا في التعليقات. أنا عن نفسي بحب إن أنا أقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. نبدأ بالفارسة العنيدة أنثى برج الحمل. من جنسها مقارنة بكل رجال الأبراج، هو رجل برج الحمل اللي زيها. تشوف في البداية كاريزمته تحبها، تشوف في البداية كرمه، جدعنته، شجاعته، دمه الخفيف، حبه للحياة، تحس ان هو ده فارس أحلامها اللي مفيش لا قبله ولا بعده. تبدأ ان هي تنجذب ليه وتتعامل معاه، تشوف الوش التاني بعد كده ان هو غيور قوي، مسيطر قوي، عنيد قوي، شكاك قوي، وما بيتنازلش قوي. تبدأ من هنا ممكن تتجنن المرأة دي الفارسة العنيدة، لان هي هتكون حبته، فهتكون ما بين نارين، يا تسيبه وتضحي بحبها، يا تكمل وتيجي على شخصيتها. اما انثى برج الثور فهو رجل برج العذراء. للأسف رجل برج العذراء يشدها تقله، غموضه، عمقه، تقول لك يا سلام ايه التقل ده، تقيل كده في نفسه، جنتلمان زي ما احنا بنقول. هي رومانسية، بعد كده تبص تلاقيه حتة الرومانسية دي قليلة قوي عنده، مش عاطفي، تلاقيه كتوم وما بيعبرش خالص. هي أنثى برج الثور قليلة التعبير عفوا، بينما رجل برج العذراء عديم التعبير تماما، إنجاز التعبير. فتبدأ هنا يقلب كيانها، يشحتفها زي ما احنا بنقول، بعد ما انجذبت ليه واعجبت بيه وممكن تكون حبته او اتدبست فيه، اتجوزته، تكتشف او تكتشف الجانب اللي هو المظلم اللي احنا بنقول عليه ده في رجل برج العذراء. كمان تلاقيه حريص، مش مفنكحاتي او ايده مش فرطة أوي رجل برج العذراء، إضافة للسانه ما شاء الله، يعني ناقد لاذع، بيحدف دبشه وبيدي في الوش، وهي امرأة حساسة. عرفتوا ازاي ممكن يقلب كيانها؟ نسيت كمان، معلش استحملوني، انت عيلتي يعني. اقول لكم لو شايفين الحلقة دي مفيدة او ممتعة دوسوا لايك، انتوا وضميركم بقى، انا هسيبكم لضميركم. شايفينها ملهاش اي لازمة ودمها تقيل، دوسوا ديسلايك، بس قولوا لي السبب، لان اللايك يوصلها لبقية اصدقائنا، فمش عايزين نحرمهم منه، فانا هسيبكم لضميركم يعني. وكمان يا ريت الجديد، نسيت اقول، يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. انا عايز ان انا ارحب بالجديد اللي بينضم لعيلتنا، وعندنا قناة جديدة رجاء للكورة، انا مثبت لكم تعليقها في وصف الفيديو واول تعليق. يا ريت يا جماعة تشتركوا فيها وتشيروها للناس اللي بتحب الكورة، عايزين ندعمها، لان انا بحب الكورة يعني. انثى برج الجوزاء هو رجل برج القوس. في البداية دمه خفيف وفرفوش وحلو ولمض وشعنون، والجوزائية بتحب الحياة من الجمال انثى برج الجوزاء، فتنجذب لوحدها كده، تلاقيه زي المغناطيس بيشدها الرجل ده. بعد كده تبدأ تلاقيه ما شاء الله زيه زي اخينا رجل برج العذراء، لسانه بيحدف دفش، فالجوزائية فاهمة، فاهمة أنثى برج الجوزاء، فاهمة قوي، فتبدأ إن هي تتضايق من حاجة زي كده، وكمان من الإناث اللي حاسة بقيمة نفسها. فهو ما شاء الله ما بيفكرش قوي في الكلام قبل ما يقوله، فيبدأ يطص في الوش. كمان هو ممكن يهتم قوي وممكن يطنش قوي، وعينيه زايغة شويتين أو أكتر من شويتين شوية. والجوزائية عاملة زي الشريك ما تحبش، أو عاملة زي الفريك ما تحبش لها شريك. في بعض النساء كده الجوزاء كده، لو حست إن في حد تاني، أنثى تانية دخلت على الخط معاها، تقوم الدنيا وما تقعدهاش. أنثى برج السرطان سندريلا نساء الأبراج، فرجل برج الثور، يعني رجل برج الثور تشده أو يشدها في البداية بتقله ورزانته، وإن هو في البداية كده تقيل في نفسه. هي أنثى برج السرطان تحب الرجال اللي من النوعية دي. بعد كده تبدأ تلاقيه الكلمة بتطلع منه بكمبيالات، بتطلع منه بالعافية والسرطونة، بتحب الكلام الحلو والدلع والرومانسية،
الرومانسية والحاجات دي، ورجل برج الثور بخيل في الحاجات اللي زي دي، رغم ان هو يعني عنده حتة رومانسية كده بتطلع كل سنة مرة، ولكن أنثى برج السرطان عايزة كل يوم، مش هينفع معاها سياسة الثور ده. ممكن تحبه بعد كده يقلب كيانها ويقلب حياتها رأسا على عقب. يعني خلي بالكم رجاء، مش عايزين حد يربط ويقول الحلقة دي لها علاقة بالتوافق ده، انت هتلاقي اصلا الاصل يعتبر في الحلقة دي ان في توافق، لان باختصار لو مفيش توافق الانثى مش هتنجذب للرجل من البداية. طب هل معنى كده ان اللي هيحصل بعد كده يخلينا ما نرتبطش بيهم؟ لا، هو في حاجات تانية بتبقى حلوة عاجباكي انت كانثى في الرجل ده، بس احنا في حلقة النهاردة بنتكلم عن اكتر حاجة ممكن تواجهك صعبة مع الرجل اللي فيه توافق بينك وبينه ده، عشان تكوني يعني عارفة في المستقبل وتقبلي بقى بيها، لأن ما يعني ليس كل ما يتمناه المرء يجده. هتلاقي 90-80% من اللي انت عايزاه، وفي سنس بسيط حاجة صغيرة كده مش هتلاقيها تعايشي معاها، لأن مقارنة بغيره من الرجال يعتبر رحمة. الفكرة ان لو مفيش توافق مش هيشدك ولا هيقلب كيانك، لازم الرجل ده يكون في توافق مبدئي عشان يبهرك، يشدك في البداية وبعد كده تنصدمي. دي طبيعة الحياة عامة، ما مفيش علاقة مثالية 100%. البرنسس بقى زعيمة العصابة أنثى برج الأسد، هو برجي، رجل برج الحمل، يعني رجل برج الحمل يشدها بقوة شخصيته وكاريزمته وخفة دم، والتلات حاجات دول في البداية ما تقدرش تقاومهم، بعد كده يبدأ يخنقها بسيطرته بغيرته بتحكمه، عنده حتة من سي السيد شوية وبيدقق شويتين تلاتة. فأنثى برج الأسد يعني الحاجات دي تقيلة على قلبها شوية، فالمشكلة في كده يحطها بين نارين بقى، إن هي حبته اتعلقت بيه وبعد كده وراها الوش التاني. بس هو في حاجات زي ما احنا قلنا هتبقى حلوة هتعجبها فيه. يعني أنثى برج العذراء بعد كده رجل برج الثور بيجي مرة تانية، ما بيرحمش، يعني تتشد لتقله قوي في البداية، تحب رزانته قوي، تقوله في نفسه وتحس ان هو يعتمد عليه وناجح ماديا او مهنيا او حتى دراسيا لو هم لسه بيدرسوا، والحاجات دي بتشد أنثى برج العذراء لا اراديا. بعد كده تبدا تلاقي ما شاء الله زي ما قلنا من شويه لسانه بيحدف دبش، وهي انثى بتبحث عن الكمال وشايفه نفسها ان هي كامله او ما فيهاش غلطه، فعلى طول تعاملها مع رجل زي ده ممكن يزعجها او يفقدها الثقه في نفسها شويه، ان هو هيديها في الوش كده طوب على طول. يعني هي دي المشكلة شوية، فهنا ممكن قوي يحطها بين نارين. ما عدا ذلك أنثى برج العذراء مش في خطر، لأن هو من أكتر الرجال خلي بالكم اللي العذراوية تتشد لهم رجل برج الثور ده، ولكن بقى المشكلة في الجانب المظلم لو ظهر في مستقبل العلاقة بعد كده. أنثى برج الميزان فهو رجل برج الدلو الهوائي، تحب في البداية روقانه روقان، وتحس ان هو رايق ورايق قوي وتمام التمام ومية مية، وبعد كده يقتلها تطنيشه وبروده او تبرده، والاتنين يعني صحيحين او الاتنين واحد، تتقتل انثى برج الدلو من الحتتين دول. هي انثى الميزان عفوا العسل، بتحب الاهتمام قوي خلي بالك قوي، بس مش زيادة عن اللزوم برضه عشان تخلي بالك كرجل. فيبدأ هو يطنش تدريجيا، يطنش يطنش يطنش، تبدأ هي تتجنن، والمشكلة ان هي ممكن تكون حبته. للأسف الدنيا ما بتديش كل حاجة. الدهية بقى أنثى برج العقرب، وما أدراك ما أنثى برج العقرب، هو مين اللي ممكن يقلب كيانها؟ لازم يكون من نفس جنسها، لا يفل الحديد إلى الحديد، زيها زي الحملوية كده، إذا دخل لها رجل برج العقرب على طول. هي الفكرة إن هي هتتشد له في الأول، فدخلت الجنة بتاعته، تقيل وجذاب وغامض، والحاجات دي تموت أنثى برج العقرب، تخليها تغمض عينيها وتمشي عامية كده لحد ما توصل للرجل. بعد كده بقى تشوف غيرته، شكه، تحكمه الزايد عنده، عدم تنازله، ده الجانب المظلم لرجل برج العقرب اللي انت هتنجذبي ليه، تكوني حبيتيه او اتجوزتيه وتلاقي الجانب المظلم ده في وشك كده، هنا يقلب كيانك. المقولة دي تنطبق قوي عليكي يا انثى برج العقرب لما تلتقي مع الرجل اللي هو من جنسك. القوسية الشعنونة أنثى برج القوس رجل برج الأسد، كاريزما، دم خفيف، جدعانة، هزار، كلام حلو زي الفول. بعد كده هي عاملة زي العصفورة، عايزة تنطلق تطير في كل بستان شوية، تصاحب ده تضحك مع ده، تهزر مع ده، تمشي تخرج براحتها
والرجل ده عنده برضه زي بعض رجال الأبراج حتة السيد شوية، رجل برج الأسد، يبدأ بقى يتحكم، انت لابسة كده ليه، اتأخرت ليه، خارجة ليه، رايحة فين، مصاحبة دي ليه، عاملة شعرك كده ليه، عاملة ضوافرك كده ليه، يخنقها يجننها. المشكلة ان هي بتحبه، ما هو ده موضوع حلقتنا، حبيته ودوقني نار ووراني الجانب المظلم، بس بحبه برضه، وعشان بحبه في أغلب الأحيان هكمل مع. تعالوا بقى نخش على الكبيرة، المرأة الحديدية، يلا بينا. لا يفل الحديد إلا الحديد مرة أخرى، جدي إذن هو رجل الجدي تقيل وعميق، وفي البداية كده الكاريزما بتاعته والتقل بتاعته وحتة التجاهل اللي ممكن يديها لها من تحت لتحت ومن حين إلى الآخر، وشوية حسسها إن هو مهتم بيها وشوية حسسها إن هي مش فارقة معاه، وتحس إن هو مش كتاب مفتوح. ما هي الحاجات دي كلها بتشد أنثى برج الجدي، مش كده يا أنثى برج الجدي؟ الحاجات دي بتشدك كمان، إن أنت هتحس إن هو مهتم بشغله أو ناجح في شغله أو مهنيا أو ليه مكانة اجتماعية، لأن هو لا يقبل بغير كده. فالحاجات دي هتجيبك على ملا وشك، إذا دخلك جنته، حبيتيه أو اتجوزتيه. بعد كده بقى اخش الحتة التانية او الجانب المظلم بقى، عند شديد، تعنت شديد، حتة عدم تنازل، حتة الكبرياء الزيادة عن اللزوم، بيدقق لسانه ما شاء الله، برضو بيحدف دبش من الرجال اللي لسانها بيحدف دبش، بيدقق في كل حاجة وتفاصيل التفاصيل، وعايز كلمته هي اللي تمشي. دوقي بقى، بس هتحبيه برضو، لان في حاجات كتير قلناها في البداية بتحبيها او انت بتتشد ليها. بينما انثى برج الدلو والهوائي هي انثى رايقه، تتشد قوي لرجل برج القوس اللي بتحس ان هو رايق وسلس ولذيذ وجميل وفكاهي وبيحب الحياه في البدايه. بعد كده بتكتشف ان عينيه زايغه، وان هو احيانا في بعض الاحيان، يعني ده مش احيانا، هو على طول بصراحه، برضو هو صريح تلقائي زياده عن اللزوم، فدبش شويه. فانثى برج الدلو انثى ما بتحبش كده، لانها انثى بتختار كلامها بتعرف ان هي ترتب الكلام وتحطه في مكانه، فلما هتلاقي رجل برج القوس في الحتة دي ممكن ان هي تتخنق منه. وكده بقى بعد ما تكون حبته او اتجوزته او ارتبطت بيه ارتباط رسمي، تبدأ ان هي كده يقلب كيانها شوية. عشان كده العلاقة دي غالبا ما بتطولش قوي، انثى برج الدلو ذكية، بتقفشه من البداية وبتتحكم في مشاعرها والعاطفة بتاعتها، فبتقول له يلا مع السلامة. وان كان لكل قاعدة استثناءات، في بعض الاحيان ممكن العلاقة دي تنجح يعني. اما انثى برج الحوت الجميلة الرومانسية الحساسة اللي كلها انوثة، فالحورتاجي رجل برج الجوزاء، اه على الكلام المعسول اللي يحسسها ان الرجل ده في البداية مفيش رجل رومانسي قبله ولا بعده، ولكن بعد كده تتصدم. هتتصدم في ايه بقى؟ ان هو ما بيعرفش يهتم على طول، ان هو عينيه زايغة شوية وبيحب البنات، ده طبيعي رجل برج الجوزاء، ان هو احيانا لما بتقفل منه او بتهب منه بيتعصب عليها فيجرحها فينتقدها. كل الحاجات دي ممكن تخلي انثى برج الحوت تنخدع فيه في البداية، تحبه، تتعلق بيه، ترتبط بيه ارتباط رسمي، وبعد كده يقلب كيانها. في توافق ممكن بين معظم الابراج اللي احنا خدناها دي، والعلاقة مش بتبقى كلها وحشة، والحياة مش بتبقى كلها وحشة، ولكن احنا بينا لك في حلقة النهاردة الجانب المظلم او الجانب الخفي اللي ممكن في البداية، وغالبا في البداية مش هتقدري تشوفيه بشكل واضح يعني، فاحنا وفرنا عليكي. تاني بقول وهسيبكم لضميركم، شايفين الحلقة مفيدة ممتعة، يا ريت تدوسوا لايك عشان توصل لاصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب، ويا ريت اصدقائنا اللي على الفيسبوك يشيروا الحلقة دي عشان عيلتنا تكبر، ده طلبي منكم، وتشتركوا كمان في قناتنا للكورة، عندنا لايف كل ليلة الساعة 9 على الانستجرام والساعة 10 على الفيسبوك، انضموا لنا عشان بتبعتوا لي على الخاص وبتشتكوا ان انا بتأخر في الرد. بحبكم جدا وهنلتقي قريب.